طلبه والطالبات الثانوي التجاري اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من مادتكم المحاسبه الماليه. النهارده يا ولاد هنكلم سنه تانية في مواضيع الترم الثاني اول موضوع في الترم الثاني اسمه الحسابات الجاريه للشركاء. اسم الموضوع الحسابات الجاريه للشركاء. انا عارف ان انتم قاعدين في البيت متابعين الحلقات علشان تستفيدوا فاستسمحكم كراستكم ألمكم الآله الحاسبه نتابع الحلقه اول باول نستفاد اكتر واكتر. ايه بقى الحسابات الجاريه للشركاء؟ في اخر السنه في 31/12 يا ولاد السنه بتعمل حسابات الختاميه بتاعتها واحنا خدنا الجرد الترم الاولاني. طيب الشركاء بقى اللي في في الشركه في حسابات تخصهم فاحنا لازم نصفي الحسابات دي قبل ما نوزع الارباح فبنعمل جدول اسمه توزيع الارباح. نعمل جدول اسمه ايه؟ توزيع الارباح والخساير. الجدول الثاني اسمه جاري الشركاء يبقى هنعمل كام جدول النهارده 2 الجدول الاولاني اسمه ايه انا سامعكم بتقولوا معايا اهو توزيع الارباح والخسائر والجدول الثاني اسمه جاري الشركاء جدول التوزيع على الارباح ده بيتحط فيه كام حاجه يا مستر ايمن قال لي ثلاث حاجات في الجانب المدين وثلاثه في الداين يبقى نحفظهم مع بعضينا ثلاث حاجات في الجانب المدين وثلاثه في الجانب الايه الداين ايه بقى اللي في الجانب الداين في الجانب الداين صافي الارباح صافي الارباح اللي هي ارباح العامل الحالي اللي هي رصيد قايمه الدخل صافي الارباح طب هجيب رقمه منين هيبقى معطيني الرقم في التمرين جاهز يا ولاد يبقى اول حاجه صافي الايه الارباح تاني حاجه فايده المسحوبات مش الشركه بيبقى سحبوا فلوس وعشان ما يسحبوش كتير من الشركه فالشركه بتاخد منهم حاجه اسمها فايده المسحوبات يبقى صافي الربح وفايدة المسحوبات وفايد وفايدة الحسابات الجارية المدينة فايدة الحسابات الجارية المدينة يبقى كم حاجة في الجانب الدين اللي على ايدنا الشمال ثلاثة صافي الربح فايدة المسحوبات فايدة الجاري المدين برافو عليكم طيب خلصنا في الجانب الدين الجانب المدين بقى هنعمل ايه فايدة رأس المال فايدة رأس المال تاني حاجه مرتب الشريك او المكافاه بس السنويه يبقى فايده راس المال مرتب الشريك او المكافاه السنويه ثالث حاجه فايده الحسابات الجاريه الدائنه فايده الحسابات الجاريه الدائنه نقول الثلاثه اللي في المدينة مع بعضينا يا اولاد فايده راس المال مرتب الشريك او المكافاه السنويه فايده ايوه الجاري ايوه الدائن فايده الجاري الايه الدائن يبقى ثلاثه في الجانب الايه المدين وثلاثه في الجانب الايه الدائن تعال نبص مع بعضينا على الشاشه ونعرف الجدول بتاع توزيع الارباح بيتعمل ازاي عشان بعد ما نعمل جدول توزيع الارباح نعمل جدول جاري الشركاء يبقى في جدول توزيع الارباح هنحط ايه اول حاجه يا مستر في الجانب الدائن صافي الربح صافي الربح تاني حاجه نحط ايه فايدة المسحوبات فايدة الايه المسحوبات بعد كده فايدة الحسابات الجارية المدينة فايدة الحسابات الجارية الايه المدينة الناحية التانية فايدة رأس المال المرتب او المكافأة السنوية فايدة الحسابات الجارية الايه الدينة بنت شاطرة ولد شاطر يسألني سؤال طب اجيب يا مستر ايمن فايدة رأس المال ازاي ولا فايدة الحسابات الدينة ولا فايدة المسحوبات ولا فايده الجري المدين، بص يا ولاد فايده راس المال اسمها كده فايده راس المال، يبقى نجيب راس المال ونضربه في المعدل العالمية طيب فايده المسحوبات يبقى نجيب المسحوبات في المعدل العالمية فايده الحسابات الجاريه الدينة اي فايده؟ بنجيب الحساب نفسه في المعدل بتاع الفايده يبقى في الحسابات الجاريه الدينة في المعدل العالمي طب فايدة الحسابات الجارية المدينة برضو الحسابات الجارية المدينة في المعدل العالمية بس فايدة المسحوبات هيديني مدة يبقى اقول فايدة المسحوبات بتساوي المسحوبات في المعدل العالمية في المدة على الاثناشر في المدة على ايه ال 12 تعال الجدول التاني يا اولاد اسمه ايه جدول الثاني اسمه جاري الشركاء اسمه ايه يا اولاد جاري الشركاء بحط فيه ايه بقى فاكرين الحاجات اللي انا حطيتها في الجانب المدين بعكسها في الجانب الدائم زي ايه يا مصر؟ يعني الرصيد يعني الجاري الدين نفسه وفايدته وفايدة رأس الايه المال ومرتب الشريك المستحق يعني مرتب مستحق يعني مثلا كان ليه 12000 ألف خد منهم 10 يبقى له كام 2000 نحط هنا 2000 بس ونزود عليهم حاجة اسمها فايدة قرض مستحقة فايدة قرض ايه مستحق الناحية التانية هنحط الرصيد المدين وفايدة الحسابات الجارية المدينة والمسحوبات وفايدة المسحوبات لو تلاحظوا حاجه يا في الجدول الثاني بنحط الحساب نفسه والفايده بتاعته الحساب نفسه والفايده بتاعته ما عدا حاجه واحده بس ما عدا راس المال ما بحطوش بحط فايدته بس وبزود على الجدول ده فايده القرض الايه المستحق تعالوا مع بعضنا التمرين ونحله مع بعضنا واحده واحده فبيقول لي ايه في شريك اسمه ايمن وحسام شريكان في شركه تضامن ينص عقد تكوينها على ما يلي يعني اتفقوا في العقد على ما يلي قال لي في... تحتسب فايده على حصص الشركاء في راس المال بمعدل كم في الميه اربعه في الميه يعني اي واحد جايب راس المال ياخد فايده كم يا مستر ايمن اربعه في الميه اتنين تحتسب فايده على المسحوبات بمعدل كم في الميه سته في الميه سنويا يتقاضى الشريك ايمن مرتب شهري قدره كام 600 جنيه توزع الأرباح والخسائر بين الشركاء بالتساوي، أنا سايبكوا تكتبوا مع بعضيكوا أهو يا ولاد. المعدلات رأس المال كام؟ 4%، الفايدة المسحوبات كام؟ 6%، مرتب أيمن كام في الشهر؟ 600 جنيه. بعد كده وفيما يلي الأرصدة المستخرجة من سجلات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2019 ايمن رأس ماله 40 الف وحسام رأس ماله 30 الف حصص الشركاء في رأس مال الشركة يبقى ال40 الف دي بتاعت ايمن وال30 الف دي بتاعت حسام و5000 مسحوبات ايمن و2500 مسحوبات حسام خلال العام بس ايمن سحبهم أديله وواء 6 اشهر 6 اشهر وحسام سحبهم 4 شهور متوسط تاريخ الساعة 1200 جنيه رصيد المرتب يعني اللي قبضه أيمن من المرتب 1200 جنيه مديني 1000 جنيه 2000 جنيه رصيد أيمن داين و750 رصيد حسام مدين طيب طالب مني إيه بقى؟ فإذا علمت أن الشركة حققت خلال عام 2019 أرباح صافية قدرها 13300 عايز إيه بقى؟ المطلوب تصوير حساب توزيع الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2019 وتصوير حساب جاري الشركاء عن السنة المنتهية في 31/12/2019 تعالوا بقى بالورقة والقلم يا مستر أيمن ونحل مع بعضينا التمرين مع بعضينا كده يا ولاد هنحل التمرين هنسطر إيه يا مستر أيمن هنسطر جدول اسمه توزيع الأرباح والخسائر يبقى أول حاجة يا ولاد. هنعمل ايه؟ هنسطر جدول اسمه توزيع الارباح والخسائر مع بعضينا اهو شكل الجدول يا مستر ايمن ادي الشكل الجدول هنسطر جانب مدين والجانب الدايم ما ننساش يا ولاد اسم الجدول ايه نكتبوا عليه من فوق ايوه سامع ولد شاطر برافو ممتاز ليه 75 قرش اسمه توزيع الارباح والخساير. ده الجانب المدين وده الجانب الداين. حلو. في حد شاطر حفظ التلاته اللي في الجانب المدين او التلاته اللي في الجانب الداين انا هسكت كده عشان انا عارفكم كلكم شاطرين هتقولوا لي التلاته اللي في الجانب المدين ايه والتلاته اللي في الجانب الداين ايه؟ ايوه برافو. اللي في الجانب المدين اول حاجه صافي الارباح. طيب تاني حاجه يا مستر ايمن. حد فاكر تاني حاجه ايه؟ برافو فائده المسحوبات فائده المسحوبات. حلو، وفايدة الحسابات الجارية، أيوة الدائنة، برافو عليكم، يبقى احنا حطينا كام حاجة يا مستر أيمن؟ تلاتة صافي الربح فايدة المسحوبات، فايدة الحسابات الجارية الدائنة. طيب عكس فايدة الحسابات الجارية الدائنة تبقى إيه يا ولاد؟ أيوه فايدة الحسابات الجارية المدينة. طيب وإيه فوق مرتب الشريك السنوي؟ يعني لو شهري هنضربه في 12. يعني الشريك؟ يعني الشريك اللي في الشركة وبيدير الشركة. وفوق خالص حد عارف ايه اللي بيتحط؟ ايوه فايده راس المال. يبقى انا حطيت كام حاجه في الجانب المدين يا مستر ايمن؟ تلاتة. وحطيت كام حاجه في الجانب الداين؟ تلاتة. سامع ولد بيتكلم زميله بيقول له ايه؟ طب افرض مفيش فايده حسابات جاريه داينه وحسابات جاريه مدينه، هحط شرط يا ولاد، لكن شكل الجدول كام حاجه؟ تلاتة. فايدة رأس المال فايدة رأس المال مرتب الشريك السنوي مرتب الشريك السنوي فايدة الحسابات الجارية المدينة فايدة الحسابات الجارية المدينة بقى كم حاجة؟ ثلاثة الناحية الثانية صافي الربح فايدة المسحوبات فايدة الحسابات الجارية الدائنة الله طب تعال نحل مع بعضينا بقى ازاي اجيب يا مستر ايمن فايدة رأس المال ايوه فايده راس المال اجيبها ازاي يا ولاد اجيب راس المال واضربه في المعدل على ايه على ميه يبقى هنعمل كده ونحطه في الجدول بعد ما نخلص هنعمل فايده راس المال هنجيب راس مال كل شريك ونضربه في المعدل على ميه يلا يا ولاد فايده راس مال الشريك اين فاكرين ايمن كان جايب كام في الشركه الناس اللي كتبت وراي ايوه كان جايب اربعين الف جنيه والمعدل كان كام في الميه ايوه فاكرين اربعين الف المعدل كان بتاع فايده راس المال يا مستر ايمن اربعه وفايده المسحوبات كان سته يبقى اربعين الف في اربعه عالميه هيطلع يا ايمن تاخد فايده الف جنيه يبقى اربعين الف في 4 على 100 طيب اللي فهم معايا فايده راس مال ايمن يعمل فايده راس مال الشريك حسام حسام كان جايب كام يا مستر ايمن قال لي 30000 في المعدل كام يا مستر ايمن 4 على 100 يطلعوا 1200 جنيه يبقوا 40000 في 4 على 100 هيطلع 1600 و30000 في 4 على 100 يطلع 1200 يبقى الاثنين مع بعض كام يا مستر ايمن 2800 دول هيتحطوا فين في الجدول يا ولاد ايوه برافو عليكم هيتحطوا في الجدول في اول حاجه اروح كاتب 2800 واكتبهم بقى كام وكام 1600 ايمن و1200 الشريك حسام جمعت 1600 و1200 طلعوا 2000 وكام يا ولاد و800 يبقى اول حاجه جبتها فايده راس المال جبتها ازاي فايده راس المال ضربت راس المال في المعدل على طلع ده 1600 وده طلع 1200 جمعتهم بقوا 2800 حطيتهم في جدول التوزيع اول حاجه خلي بالي عشان هناخد من جدول التوزيع دلوقتي ونحط في جاري الشركه فنفهم كويس نمشي خطوه خطوه طيب انا عملت فايده راس المال عايز اعمل فايده المسحوبات اي أيوة حد يقول القانون كده وانا ساكت كده وأسمعكم فايده المسحوبات بتساوي ايه المسحوبات في المعده العالميه في المده على 12 برافو عليكم يلا نعمل مع بعضنا فايده المسحوبات بتاع مين ومين يا مستر ايمن فايده المسحوبات بتاعت ايمن برضو وفائده المسحوبات بتاعت حسام اشوف ده سحب كام وده سحب كام ايمن كان سحب يا ولاد خمس تلاف جنيه وحسام كان سحب الفين وخمسمائه في المعدل العالمي المعدل كان كام سته عالميه اللي هو كان سته في الميه في سته في الميه في المده والله يا ولاد اعطاني المده جاهزه زي التمرين كان قال لي ستة اشهر واربعة اشهر شكرا بس ممكن ما يدينش المده جاهزه يقول لي من 1 6 1 4 نحسب بقى من اول المده اللي ادالي لاخر السنه يبقى لو اعطاني المده جاهزه 6 اشهر او 4 اشهر اكتبها زي ما هي طب افرض قال لي سحب في 1 7 سحب في 1 7 عد على ايدي شهر 7 و8 و9 و10 و11 و12 يبقى كام شهر 6 طيب الثاني سحب في 1 9 يبقى 9 و10 و11 و12 يبقى كام شهر اربعه يبقى لو قال لي ست اشهر واربعه اشهر اقول له شكرا انت مديها لي جاهزه لكن لو قال لي سحب في تاريخ احسب لنهايه الايه السنه تعالوا بقى 5000 في 6 على 100 في 6 على 12 والثاني 2500 في 6 على 100 في 4 على 12 دي تطلع 150 يا اولاد ودي تطلع 50 اجمع الاتنين مع بعض يبقى فايده المسحوبات بكام ب200 احطها فين يا مستر ايمن في الجدول ايوه اجي في الجدول ده احط 200 جنيه فايده المسحوبات ميه وخمسين ايمن فايده المسحوبات بتاعت ايمن وخمسين بتاعت فايده المسحوبات بتاعت حسين خمسين زائد ميه وخمسين بقوا كام يا ولاد 200 يبقى انا حطيت هنا فايده راس المال وحطيت هنا فايدة الايه المسحوبات تعالوا بقى نعمل المرتب السنوي نعمل المرتب الايه السنوي لو عطاني المرتب السنوي احطه زي ما هو طب لو عطاني مكافأة سنوية زي ما هي لكن لو عطاه لي في الشهر لازم احسب على السنة والسنة فيها كم شهر 12 يبقى نضرب المرتب في 12 تعالوا بقى مع بعضينا مرتب الشريك مين اللي كان بيدير الشركة ايمن كنت بتاخد كام يا أيمن في الشهر؟ قال لي كنت باخد 600، فاكرين 600 اللي في التمرين؟ قال لي مرتب الشريك أيمن 600 جنيه في الشهر. أضربهم في كام يا مستر أيمن؟ في 12، اشمعنى 12؟ عشان السنة فيها 12 شهر. هيطلعوا كام يا مستر أيمن؟ 7200. يبقى مرتب الشريك أيمن كام؟ 7200. أحطهم فين يا مستر؟ أحطهم في الجدول الأولاني. اللي هو مرتب الشريك السنوي سبعة آلاف ومتين مرتب أيمن في بنت بقى سمحها بتقولي طب وحسام مش جايب في التمرين ان حسام بيدير الشركة هو أيمن بس اللي بيدير الشركة فقلت مرتب أيمن سبعة آلاف ومتين طيب لو دورت في التمرين على فايدة للحسابات الجارية المدينة مفيش ولا فايدة للحسابات الجارية الدينة مفيش طب لو في بنجيب الحساب الجاري ونضربه في المعدل على المدينة المدين وفايدة الحسابات الجارية الدينة هنا الدائنه وهنا الايه يا شباب المدينة طيب ما فيش لفايدة حسابات جارية ايوة داينة ولا فايدة حسابات جارية ايه مدينة ما فيش حسابات جارية ده مدينة ولا فايدة حسابات جارية ايه داينة ولا مدينة ما فيش خلاص هنجيب صف الربح بقام سفر الربح 13300 تعال نجمع بقى يا مستر ايس دولة اجمعهم يا ولاد كده عشان نرصد دولة 13500 ودول 10000 ان هو الاكبر ال 13500 هنا وال 13500 هنا اطرح الاثنين من بعض يبقى انا جمعت دول 13300 و200 بقوا 13300. و200 13500 و2800 13 و700 بقوا 10000. حطيت الاثنين الكبار 13500 هنا و13500. طرحت الاثنين من بعض طلعوا 3500. سميتهم رصيد مرحل. جبتوا منين ال 3500 دول يا مستر ايمن؟ لما طرحت ال 10000 من ال 13500. هكتبها لكم اهي. الف 13,500 ناقص ال 10,000 طلعوا 3.500 طيب هنقلوا من يبقوا رصيد منقول دول بتوع كام شريك يا مستر أيمن بتوع اثنين حسام وأيمن أقسمهم على الاثنين يا مستر أقسمهم على الاثنين يبقى ده كام وده كام 1750 و1750 وأقول ده بتاع حسام جاري حسام وده جاري ايه؟ أيمن. يبقى أنا حفظت التلات حسابات فايدة رأس المال مرتب الشريك فايدة الحسابات الدينة صافي الربح فايدة المسحوبات فايدة الحسابات الجارية الإيه؟ المدينة. تعالوا نعمل بقى الجدول التاني اللي هو إيه الجدول التاني؟ اللي هو جاري الشركاء. جد جدول التاني اسمه جاري الإيه؟ الشركاء. تعالى نسطره مع بعضينا عشان نسطره بإيدينا يا ولاد عشان نحفظه. يبقى زي الجدول اللي فات بس هنعمل خانتين خانه لجاري ايمن وخانه لحسام يبقى جاري ايمن وجاري حسام وبيان وجاري ايمن وجاري حسام وبيان يبقى الجدول ده اسمه ايه يا مستر ايمن اسمه جاري الشركاء وده الجانب المدين وده الجانب الداين نكتب اساميهم يا ولاد واحد اسمه ايمن والتاني اسمه حسام وبيان ايمن وحسام وبيان حلو هنعمل ايه اول حاجه يا ولاد قبل ما انساها ادور في القطعه في رصيد داين وفي رصيد مدين ولا مفيش هنا الرصيد الداين وهنا الرصيد المدين. الرصيد الداين والرصيد المدين، في اللي هو بنسميه الجاري نفسه عشان ما في جاري اه، في جاري داين ايمن يبقى ايمن حط 2000 جنيه جاري. وفي جاري مدين حسام 7500 750 بس. يبقى انا حطيت الرصيد ده جبته منين؟ من القطعه. لو ليه فايده كنت عملتها. تاني حاجة بقى اولاد، شايفين فايدة راس المال فايده راس المال ده كان 1600 وده كان 1000 وكام؟ و200 اروح جايبهم هنا العكس بقى احط هنا 1600 بتوع ايمن و1200 بتوع حسام واكتب اسمهم كانوا ايه هما؟ فايده راس المال طيب المرتب كان كام يا مستر ايمن؟ كان 7200 المرتب كان 7200 قبض منهم كام؟ 1200 يبقوا 7200 مرتب مستحق 7200 يا ايمن قبضت منهم اثناء السنه 1200 يبقى فاضل لك كام؟ قال لي يبقى فاضل لي 6000 احطهم هنا 6000 ايه تاني بقى؟ لو في فايدة حسابات دائنة احطها مفيش لو في فايدة قرض مستحقة أحطها مفيش أحط اللي طلع بقى من توزيع الأرباح والخسائر اللي هو كام يا مستر أيمن اللي طلع من توزيع الأرباح والخسائر اللي هما ألف سبعمية وخمسين و 1750 وخمسين طلعوا منين يا مستر أيمن دولة أيوة من حساب توزيع الأرباح يبقى أنا حطيت كل اللي في الجانب الإيه الداين في الجانب المدين بقى شايفين فايدة المسحوبات اللي احنا حطيناها في الجانب المدين فايدة المسحوبات اللي هما كانوا 200 جنيه بتوع أيمن ومين وحسام أحطهم وأحط الأول المسحوبات يا أولاد. يبقى أنا أحط المسحوبات وفائدة المسحوبات كام يا أيمن سحبت قال لي 5000 وأنت يا حسام سحبت 2500 فايدتك كام وفايدتك كام قال لي أنا 150 وانا خمسين طيب هل في فايدة جاري مدين مفيش اعمل ايه بقى يا مستر ايمن بعد كده اجمع اولاد اجمع اللي في الجانب الداين واللي في الجانب المدين هيطلع ايه هيطلع ده حداشر الف تلتمية وخمسين

وخمسين. يبقى في فرق 350 يبقى حط هنا بقى الرصيد الايه المرح يبقى اللي انا عملته ده يا مستر ايمن اسمه ايه اسمه توزيع الارباح والخسائر وجاري الايه الشركاء تعالوا نعمل مع بعضينا تمرين تاني مع بعضينا على الشاشة بقى فبيقول لي ايه باسم وعمر شريكان في شركة تضامن يبقى انا هعمل تمرين تاني يا ولاد في اتنين شركة يتقاسمان الارباح والخسائر بالتساوي وينص عقد الشركة على ما يلي تحتسب فايدة على رأس المال بمعدل ستة في المية تحتسب فايدة على المسحوبات بمعدل عشرة في المية يقوم الشريك باسم بإدارة الشركة مقابل راتب نظير ألف جنيه شهريا يعني بياخد ألف جنيه في الشهر يبقى خلي بالكم فايدة رأس المال كم يا مستر أيمن؟ 6% يبقى فايدة رأس المال 6% وفايدة المسحوبات 10% والمرتب 1000 جنيه شهريا بتاع باسل وتحتسب فايدة على الحسابات الجارية 12% ماشي قال لي ايه بقى وفيما يلي البيانات المستخرجه من سجلات الشركه عن السنه المنتهيه في 31 12 باسم راس ماله 60000 جنيه وعمر راس ماله 40000 جنيه مسحوبات ده 5000 وده مسحوباته 6000 جنيه ده متوسط تاريخ السحب 6 اشهر وده متوسط تاريخ السحب 4 اشهر رصيد مرتب باسم 11000 يعني اللي قبضه 11000 رصيد الحساب المدين ده 3000 وده 4000 فإذا علمت ان الشركه حققت ارباح صافيه 30000 جنيه طالب مني ايه يا مستر ايمن بقى؟ المطلوب حساب توزيع الارباح والخساير عن السنه المنتهيه في 31/12/2020 2 تصوير حساب جاري الايه؟ الشركاء عن 31/12/2020 يلا يا ولاد مع بعضينا نسطر الجدول ونقولهم تاني. معلش انا بعيد عشان تفهموا اكتر معايا. يلا. اول جدول اسمه ايه يا مستر ايمن؟ اسمه توزيع الارباح والخساير. يلا. سامع ولد شاطر بيقول لي خلاص عرفت اللي بتحط فيها مستر أيمن أنا هقولهم معاك على طول توزيع الأرباح والخساير في الجانب المدين ثلاث حاجات في الجانب الداين ثلاث حاجات ايه هما اللي في الجانب المدين أول حاجة صافي الأرباح فايدة المسحوبات فايده الحسابات الجاريه المدينه يبقى صافي الربح فايده المسحوبات فايده الحسابات الجاريه المدينه عكسها فايده الحسابات الجاريه الدائنه مرتب الشريك السنوي فايده راس المال. تعال نقولهم تاني يا ولاد. اللي في الجانب المدين تلاتة. فايده راس المال، مرتب الشريك السنوي، فايده الحسابات الجاريه الدائنة، عكسها فايده الحسابات الجاريه الايه؟ المدينه، فايده المسحوبات وصافي الايه؟ الربح. طيب لما اجيب فايده راس المال يا مستر ايمن، اجيبها ازاي فايده راس المال؟ قال لي تجيب راس مال كل واحد وتضربه في المعدل العالمية يلا مع بعضين يا اولاد هو كان قايل لي فايده راس المال بتاع كل واحد كام الاولاني كان ستة, لا... ستة في المية طيب باسم دوت يبقى اكتب كده فائدة رأس مال باسم انت جبت كام رأس مال يا باسم قال لي جبت ستين الف يبقى اكتب ستين الف طيب ورأس وفايدة رأس مال عمرو جبت كام يا يا عمرو؟ 40 ألف فايدتك كام وفايدتك كام؟ قال لي أنا 6% وأنا زيه 6% يبقى 60 ألف في 6 على 100 تطلع 3600 و 40 ألف في 6 على 100 يطلع 2400 أجمعهم مع بعض يطلع 6000 جنيه يبقى فايدة رأس المال طلعت كام يا مستر أيمن؟ 6000 جنيه يلا بسرعه نحطها في الجدول فايده راس المال انا عندي كام واحد اتنين واحد اسمه ايه واحد اسمه ايه ايوه باسم وعمر باسم وعمر ده تلاته ستميه وده الفين واربعميه الاتنين مع بعض طلعوا كام يا مستر ايمن ستة الاف جنيه شكرا يبقى انا عملت فايده راس المال عملتها ازاي ايوه جبت راس المال بتاع كل واحد ومديني معدل فجبت راس المال وضربته في المعدل على ايه؟ على 100. طيب تعالوا نعمل فائده المسحوبات بقى. هل هي هي ولا بتزيد حاجه؟ برافو انت قاعد صح معايا. بتجي بتزيد الايه؟ المده يبقى بجيب فائده المسحوبات، بجيب المسحوبات في المعدل على في المده على 12 يبقى اكتب كده. فائده المسحوبات بتساوي المسحوبات في المعدل على 100 في المده على 12 حلو الاولاني سحب كام يا اولاد يبقى نكتب كده فائده المسحوبات بتاع باسم سحبت كام يا باسم قال لي سحبت 5000 في المعدل مديه لي 10 على 100 في المده على 12 6 على 12 ماشي يبقى انت 250 جنيه فايدة المسحوبات بتاعت مين بتاعت باس طيب فايدة مسحوبات بتاعت عمر ساحب كم يا عمر قال لي ساحب 6000 جنيه 6000 جنيه في المعدل 10 على 100 في المدة هو قال لي 4 على 12 لو عطاني المدة جاهزة بكتبها مع معطاليش جاهزة يا ولاد بعمل ايه بحسب يبقى ستة الاف في عشرة على مية في اربعة على اتناشر بخمسين اجمع الاتنين مع بعض يبقى تلتمية احطهم فين فايدة المسحوبات برافو عليكم اهو فايدة المسحوبات اروح حطت التلتمية واكتب باسم ميتين وخمسين وعمر خمسين يبقوا الاتنين مع بعض كم يا مستر ايمن تلتمية طيب باسم بقى مرتب باسم السنوي هو كان بياخد الف في الشهر يا ولاد والسنة فيها كام شهر اتناشر برافو عليكم يبقى الف في اتناشر يبقوا باتناشر الف احطهم فين يا مستر ايمن ال الف ايوة في الجدول بتاعهم اتناشر الف جنيه مرتب باسم اتناشر الف هنعمل بقى فايدة الحسابات الجارية الدينة والمدينة ماشي يا مستر أيمن يبقى نقول كده فايدة الحسابات الجارية المدينة المعدل بتاعها كان كام يا مستر أيمن كان عشرة في المية مين بقى اللي كان مدين يا ولاد كان باسم كان مدين بكام بتلات تلاف أقول تلات في عشرة على مية تطلع 300 جنيه هحطهم فين يا مستر أيمن؟ أكتب هنا باسم و300 وفايدة الحسابات الجارية المدينة 300. طيب فايدة الحسابات الجارية الدائنة مين الدائن؟ أيوه عمر واخد كام؟ 4000 في 12 في 10 على 100 تطلع بكام يا مستر ايمن ب 400 يبقى احط عمر 400 وادور يا ولاد في القطعه على صافي الربح صافي الربح كام ايوه صافي الربح مدوه لي جاهز ب الف يبقى ده ما بحسبوش يا اولاد ده بيدوه لي صافي الربح بكام بكام ب الف اجمع يا ولاد. تلاتين ألف وتلتمية وتلتمية يبقوا تلاتين ألف وستمية أحط الرقمين الرقم الكبير وطبعا اللي هيطلع فيه صف الربح ودول تمنتاشر ألف وأربعمية أطرح يديني اتناشر ألف ومتين أسميهم رصيد مرحل أقسمه على الاتنين يبقى ستمية ستمية ده باسم وده عمر طيب اللي انت عملته ده يا مستر ايمن ده اسمه ايه اسمه جدول توزيع الارباح طب تعالوا مع بعضنا يا اولاد نعمل جدول تاني اسمه جار الشركاء اسمه ايه جار الشركاء تعالوا نعمله مع بعض هنكتب اساميهم باسم وعمر باسم وعمر وبي يبقى الجدول التاني اسمه إيه يا مستر أيمن اسمه جاري الشركاء ده ما بحسبش فيه حاجة جديدة يا أولاد أنا بنقل من الجدول القديم وأحطه أعمل إيه بقي هل في جاري داين وجاري مدين يا مستر ايمن قال لي اه في جاري داين وفي جاري مدين مين بقى اللي جاري مدين ومين اللي جاري داين ايوه باسم كان مدين باسم اهو مدين كان ب 3000 ده الرصيد اللي هو الجاري المدين وقصاده هنا الرصيد اللي هو الجاري الدائن كان عمر كان كام 4000 حلو هنقل بقى اولاد فايدة رأس المال ده طلع 3600 وده طلع 2400 اكتب كده 3600 و 2400 فائدة رأس المال طيب بعد كده احط ايه بقى احط فايدة الجاري الدائم اللي كانت بكام ال 4000 10 على 100 ب 400 انا عملت الفايده 10% يا ولاد ما عملتهاش 12 عملتها 10 اي معدل فايده طيب النحت ومرتب الشريك بقى مرتب الشريك المستحق هو ليه 12000 فاكرين 12000 اللي هي ال1000 في كام في 12 قبض منهم 11 يتبقى له كام 1000 برافو الناحيه الثانيه احط ايه بقى هحط المسحوبات وفايده المسحوبات وفايده الجاري المدين. فايده الجاري المدين بتاع باسم كانت كام؟ 300 وفايده المسحوبات ده كان 250 وده كان 50 وده كان ساحب 5000 وده 6000. فاضل بقى ال 6100 وال 6100 دول اللي جم من جدول توزيع الايه؟ الارباح. وبعد كده اعمل ايه يا مستر ايمن برضو اجمع الجانب المدين والجانب الايه الداين برافو عليكم تعال نقول بقى احنا عملنا ايه مع بعضينا عملنا جدولين جدول اسمه توزيع الارباح والخسائر جدول اسمه توزيع الارباح والخسائر وجدول اسمه جاري الشركاء جدول اسمه ايه توزيع الارباح والخسائر وجدول اسمه جاري الايه الشركاء تعال نقرا التمرين الجديد ده مع بعضينا ونحله مع بعضينا اخر تمرين بيقول لي ايه حسني وشكري في استاذ اسمه استاذ حسني واستاذ شكري شركاء في شركه مع بعض ينص الشركه على فايده راس المال كام في الميه 10% فايده راس المال 10% فايده المسحوبات فايده المسحوبات 12% وفايده الحسابات الجاريه 8%، أنا عايزكم تكتبوا معايا ولاد عشان تحلوا، يبقى معدل الفايده بتاع رأس المال كام؟ 10، والمسحوبات كام؟ 12، والحسابات الجاريه الداينه والمدينه كام؟ 8%، حسني بياخد مرتب 1000 جنيه شهريا. ماشي، وبيقول لي إيه بقى؟ رأس مال ده 40 ألف حسني رأس ماله 40 وشكري 30 ألف ومسحوبات ده 4000 مسحوبات وده كان رأس المال مسحوبات حسني 4000 ومسحوبات شكري 6000 وده جاري مدين عشر تلاف حسني وخمستاشر الف شكري دايم ومديني صافي الارباح تسعين الف وستمائة تعالوا نعمل فايدة رأس المال فاكرين فايدة رأس المال بتتعمل ازاي يا مستر ايوه يلا يا ولاد فايدة رأس المال يبقى احنا نعمل التسويات خطوات بتاعتنا فايدة رأس المال أول واحد اسمه حسني جبت كام يا حسني؟ قال لي جبت لك 40,000 قلت له خلاص 40,000 في ف... في المعدل الفايدة كام في المية؟ 10 على 100 يطلع 4000 ماشي راح أستاذ شكري قال لي وأنا عايز فايدة قلت له حاضر فايده راس المال شكري كام يا عم 30000 في 10 على 100 طلعوا 3000 7 و 3 مع بعض كام يا اولاد 7 و 4 7000 جنيه 4000 و 3000 او 7000 فايده راس المال بتاعت حسني وايه وشكري برافو دول هيتحطوا فين في جدول توزيع الأرباح والخساير في الجانب المدين ويتعكسوا في الداين في الجاري. برافو عليكم. يبقى أنا خلصت فايدة رأس المال. طيب، نعمل بقى فايدة المسحوبات. سامع بنت بتقول لي فايدة المسحوبات بتزيد حتة. أيوة، فايدة المسحوبات هتساوي المسحوبات في المعدل العالمية في المدة على 12. يبقى فايده المسحوبات هتساوي المسحوبات في المعدل على 100 في المده على 12. حسني انت ساحب كام؟ قال لي انا ساحب 4000. وانت يا شكري ساحب كام؟ قال لي 6000. قلت له في المعدل، المعدل كام يا مستر ايمن؟ قال لي 12% يبقى في 12 على 100. طيب ده ساحب اديله كام شهر وده ساحب اديله كام شهر يا مستر ايمن قال لي ده ساحب اديله 3 اشهر والتاني ساحب اديله 4 اشهر يبقى ده في 3 على 12 وده في 4 على 12 اقول 4000 في 12 على 100 في 3 على 12 تطلع 120 و 6000 في 12 على 100 في 4 ل 12 تطلع 240 لقيت حسني 4000 في 12 على 100 في 3 على 12 عملتها على الاله تطلع 120 جنيه ولا راح جه شكري زعل مني قال لي ليه تاخد مني انا 240 قلت له عشان تسحب 6000 وقعدوا عندك اربع شهور لكن حسني سحب 4000 وقعدوا عنده كام شهر 3 يطلعوا 360 فايدة الايه المسحوبات دول بيتحطوا في جدول التوزيع الايه الارباح والخسائر تالت حاجة هنجيب حاجة اسمها فايدة الجاري المدين وفايدة الجاري الداين مين المدين حسني ومين الداين شكري ده كام وده كام قال لي ده عشر تلاف وده 15000 في الحسابات الجاريه كام في الميه يا مستر ايمن 8 على 100 يبقى نضرب 10000 في 8 على 100 يطلع 800 وشكري 15000 في 8 على 100 يطلع 1200 ما بنجمعهمش عشان ده في حته وده في حته ده فايده الجاري المدين وده فايده الجاري الايه الدائن طيب المرتب بقى يا مستر ايمن مرتب الشريك بجيبه ازاي لو مدوه لي سنه يا اولاد ما بضربش في 12 طب لو مدوه لي شهري بضرب المرتب في 12 يلا مرتب الشريك الايه السنوي كان حسني بياخد كام في الشهر 1000 والسنه فيها كام شهر 12 يبقوا انت يا استاذ حسني ليك كام في السنه ال 12000 جبتهم ازاي ضربت ال 1000 في 12 طلعوا بكام ب 12000 كده انا عملت فايدة رأس المال وفايدة الحسابات الدينة وفايدة الحسابات المدينة تعالوا بقى يا ولاد نعمل الجدول مع بعضينا ونحط فيه كل حاجة احنا حليناها هننقل بس مش احنا عملنا هننقل برافو عليكم ادي شكل الجدول الجدول اسمه توزيع الارباح والخسائر. ده الجانب المدين وده الجانب الدايم. يلا يا ولاد قولوا لي التلات حاجات اللي بتحطوا في الجانب المدين. سامعكم. التلات حاجات اللي في الجانب المدين انا مش هتكلم اهو انا هكتب وانتوا تقولوا. برافو فايده راس المال. ايوه مرتب الشريك السنوي فايده الحسابات الجاريه ايوه الدائنه برافو عليكم الدائنه مش المدينه عشان ما تغلطوش وترجعوا تعدلوها يبقى فايده الحسابات الجاريه الدائنه هنا صافي الارباح فائده ايوه المسحوبات هنا الدين يبقى هنا المدينة فائدة الحسابات الجارية المدينة. تعال نحط بقى من اللي احنا عملناه يا ولاد، هننقل بقى. فاكرين؟ عملنا فائدة رأس المال. حسني طلع 4000 وشكر طلع 3000 والاثنين مع بعض 7000، يبقى حط هنا 7000 واكتب أنت يا حسني 4000 حسني و3000 يا شكري أربعة وتلاتة مع بعض كام سبعة مرتب الشريك طلع كام يا مستر أيمن طلع حداشر ألف ولا اتناشر ألف برافو اتناشر ألف اللي هو الألف في اتناشر بتاع حسن اتناشر ألف طيب فايدة الحسابات الجارية الدينة كان شكري ألف ومتين ماشي الناحية الثانية صافي الربح فاكرين صافي الربح كان 90000 ده مدهلي انا ما بعملش حاجه بحطه زي ما هو 90000 و600 طيب فايده المسحوبات اهي طلعت اهي 120 و240 360 يبقى هنا 360 120 حسني و240 شكري جمعتهم طلع 360 فايده الحسابات الجاريه المدينه كان حسني 800 ايوه بنعمل ايه يا مستر ايمن بنجمع هيطلع واحد وتسعين الف اربعمية وستين واحد الف سبعمية وستين احطهم في الناحيتين واطرح يطلع رصيد ايه مرح اقسمه عليهم هما الايه الاتنين تعالي نعمل الجدول الثاني ايه هو الجدول الثاني يا مستر ايمن اللي هو جاري الشركاء اسمه ايه جاري الشركاء يلا مع بعضين هنسطره عارف انتوا بقيتوا شاطرين وبتسطروا وبتحلوا معايا دلوقتي في ناس كتير بتبعت لي على صفحه البرنامج وبتسال اسئله بعرف انهم استفادوا من الحلقه لما بيحلوا ايوه الجدول الثاني اسمه ايه يا مستر ايمن اسمه جاري الشركاء اسم الاولاني كان اسمه حسني والتاني شكري بيان حسني وشكري وبيان قلنا عشان ما ننساش نحط هنا الرصيد المدين ما ده الجانب المدين وده الجانب الداين ونحط هنا الرصيد الداين الجاري يعني ما ننساش اول حاجة نحطها ايه هو بقى الرصيد حسني كان مدين بعشر تلاف وشكري كان دايم عشر الف حلو بعد كده يا ولاد هنعمل ايه هننقل من الجدول هننقل ازاي بقى اهو معايا اهو فايدة رأس المال ده باربعة تلاف وده بتلات تلاف اربعة تلاف وتلات تلاف اهم هحطهم هنا اهم اربعة تلاف و 3000 واكتب فايدة رأس المال والمرتب احطه كله ولا المرتب المستحق احط المستحق 12000 قبض منهم 11000 يبقى فاضل له 1000 الناحية التانية هحط لو في فايدة ايوه وفايدة الحسابات الجارية الدائنة ب 1200 ولو في فايدة قرض مستحق فايدة قرض مستحق الناحية التانية نحط ايه بقى يا مستر أيمن؟ نحط المسحوبات وفائدة المسحوبات أنت سحبت كام يا حسني؟ قال لي أنا أربعة 4000 وأنت يا شكري 6000 طلعت فايدتك 120 و240 وأحط فايدة الحسابات الجارية المدينة دي طلعت عند حسني بكام؟ ب 800 يبقى بعد ما بعمل جدول توزيع الأرباح بعمل جدول جاري الإيه؟ الشركاء يبقى النهارده ولاد خدنا حاجة اسمها الحسابات الجارية للشركاء نلم اللي إحنا قلناه بقى كده مع بعضينا قلنا في الجانب المدين في توزيع الأرباح ثلاث حاجات وفي الجانب الداين ثلاث حاجات الجانب المدين اللي على ايدنا اليمين فايده راس المال ومرتب الشريك السنوي وفايده الجاري الداين وفايده الجاري الايه الداين الناحيه التانية صافي الربح وفايده المسحوبات وفايده الجاري المدين وفايده الجاري الايه المدين وقلنا بنعكسهم في الجدول الثاني اللي اسمه جاري الايه الشركاء انا بشكركم على حسن استماعكم وبشكركم على تركيزكم وشايفكم بتكتبوا ورايا التمرينات وبتحلوها فده هتستفادوا اكتر. بشكر قطاع التعليم الفني على توفيره للقناه وبشكر مستشار الماده للاشراف على الماده وبشكر كل العاملين في التلفزيون والمخرجين والمعدين على اخراجهم للحلقه عشان تطلع بشكل مميز تستفادوا منهم كلكم. ان شاء الله نلتقي في حلقه قادمه باذن الله الى ان نلتقي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. thank you